السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنكفي بدرس السادس. اليوم نحكي عن بارت 4. هنركز على فكرة الفن دياجرام. إذا أنا جيت أعطيتك فن دياجرام وطلبت منك تحدد شو هن السادس، شوفوا معي. اليوم هنحكي عن فكرة الفن دياجرام. قلنا نحكي بالسادس نحن على شيء جيومتري أو شيء، نجيب سيرة الفن دياجرام. إكزامبل، شوفوا هذا الإجابة. إذا أنا جيت أعطيتك 2 circles، أول سيركل اسمه A فن دياجرام، ثاني واحد اسمه B. نحط هون elements. أنا إذا طلبت منك حدد determine that أو these sets، بالامتحان إذا قلت لك حدد لي هودي السيتس A مثلا، B، A enter B and A union B، أنا ما أعطيتك شو هن السيتس A، شو هن B، شو هي الـ A enter B، شو هي الـ A union B، أنا أعطيتك diagram. فن دياجرام بهذا الشكل، في عندي 2 سيركلز فيتين بعضهم، اول سيركل هي الاي، ثاني سيركل هي البي، يعني هيدي بتمثل ست لحالها اسمها اي، هاي بتمثل ست لحالها اسمها بي. نحن حكينا قبل على الفن دياجرام شو هو الاي انتر بي، وحكينا شو هي الاي يونيون بي. جماعه طلب مني اول شيء حدد الست اي، ست اي لاجي اعرف شو هي الاي، بيجي بطلع على A هون. شو في عندي elements؟ هاي الدويرة بطلع عليها. عندي elements ال B، A، 1، 3 وال 4. هلا ليش حتى الأستاذ ليش ما بلشت أنت من هون؟ A، B، 1، 4 وال 3 مثلا. فيك أنت تبلش محل ما بدك، المهم أنت أول elements كلهم سوا تذكرهم، هي شغلة. شغلة ثانية ما ترجع تكرر ال element هو زر. يعني هلا شو كان يصير عندي؟ A، B. عندي بقلبة 1 وبقلب دوائرة الـ A عندي 3 وعندي 4. هلا بيجي شو طلع مني النتيجة؟ طلع الـ B، ست B. ست B شو في بقلبة element؟ هيدي ست B، لاحظوا معي عندي الـ 5، D، ماينس 3، F، وشو؟ 3 و 4 كمان باخذهم، هي الدوائرة شو في بقلبة هي الدوائرة؟ بقلبة كلها هودي الـ elements. نضم هالدوائر هون هي الالمنتس البي. شو عندي الالمنتس؟ فيني بلش 3 4 5 او فيني بلش 5 دي ماينس او فيني بلش اف ماينس. كيف تبلش؟ ما هو انت سكور كل الالمنتس وما تكرر الالمنت زد، يعني عندي هلا 5 دي اف ماينس 3 3 و 4. انا حطيت الاستاذ عندي ماينس 3 و 3 اللي بيختلفوا عن بعض، هذا الالمنت بيختلف عن هذا الالمنت. لاحظ كل هودي الالمنتس ديستنكت عن بعض، مختلفين عن بعض. 5 مش هي زد البي، مش هي زد الاف، مش هي 1 3، مش هي 3، مش هي 4. كذلك الامر لكل الالمنت بالالمنت. ثاني شغله شو طالب مني؟ الاي انتر بي. انتبهوا اللي بيعرف يحدد الاي والبي بيقدر بدون ما يطلع على الرسم يعرف الاي انتر بي، يعني هو شو المشترك بين هيدا وهيدا. طلع شو المشترك بين هيدا وهيدا؟ عندي 3 و4، شو دوك مكرر؟ هذا هو الـ A انتر B. الـ elements مكررين بذكر. طيب أنا ما عرفت حل هودي. الـ intersection 1 موجود على الرسم. أنا هدفي أنا حل هودي أعرف الديتيل محددهم لهودي من خلال الـ Venn diagram، من خلال الرسم. الـ intersection قلنا وين ما حله بالرسم بالفيديو اللي حكينا عنه الفيديو رقم 2. هيدي الشقفة هون بتمثل التقاطع الـ intersection. هاي A. تقاطع مع B، A انتر B، A intersection with B. شو في عندي elements متقاطعين؟ A انتر B. شو في عندي؟ قلب هيدي الشيء في elements، عندي 3 و 4 بكل بساطة. هذه هي الـ A انتر B، 3 و 4. لاحظ إذا جيت طلعت بين هودي وهودي، شو المشترك بيناتهم؟ 3 و 3، 4 و 4. لاحظنا؟ حطيت 3 4. إذا جبت A قلت بدي الـ A
يو بي يعني A يجي مع B بدي أدمج elements A مع elements تاع B. لاحظوا معي شوية فوق. نحن قلنا الـ A يجي وبي على الرسمة شو تمثل؟ A يجي وبي على الرسمة شو تمثل؟ رح نعلمكم إياها. A يجي وبي هي هاي. هيدي الشقفة كلها سوا. هاي A يجي وبي. A يجي وبي بتاخد كل الألمس الموجودة بالرسمة. كل شيء elements. شو في عندي elements بال A وال B؟ طاس A B 1 3 4 5 D F minus 3. هتقولي إذا ليش بدي أخذ هودي؟ أخذت من شو؟ لا لأني ما خصتي بهاي. هيدي ما لها علاقة بهاي. هيدي مستني على هيدي. هاي شو في بقلب اليونيون؟ اليونيون عرفت كل شيء بقلب السيركلز. عندي elements بهدي A B 1 3 4 5 D F minus 3. لاحظوا شغله، ثلاثة والأربعة ضمنوا، يعني هاي الـ A انتر B شقفة من اليونيون، يعني اليونيون بتشملها للانترسكشن، تشمل كل شيء اليونيون، تمام؟ هذه هي كانت الفكرة، إنه أنا أعطيك فين دايجرام، أنت تحدد السادس، الـ A، الـ B، هيك أنا جبت لك بعد ست سين متقاطعة معه. تحدد الـ A انتر B من خلال الجراف جيومتري الفين دايجرام والـ A يونيون B. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.